السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. في الحلقات الثلاث الأخيرة كنا تكلمنا على لاكور ديال الفيرب مع السيجي ولا لاكور دي بارتيسيباسي ولا لاكور دي بارتيسيباسي دي فيرب برونومينو. في هذه الحلقة هذه غادي نتكلموا على لي سيستيم دي طون دون لو ديسكور اي دون لو ريسي، يعني النظام ديال الأزمنة في الديسكور وفي الغيسي. وغادي نشوفو حتى الفوارق ما بين الديسكور والغيسي. نبداو نشوفو ديفينيسيون لي طون دي فيرب دون زان تيكست او دون زان انونسي اورال فونكسيون لي زان بارابور او زوتر كوم ان سيستيم، يعني الأزمنة ديال الأفعال في واحد النص أو في واحد الكلام، يعني داكشي إكري أو أورال، كيتوظفو في العلاقة ديالهم من داخل واحد السيستيم واحد النظام. وهادشي اللي غادي نشوفو بلي ديتاي في المراحل ديال هاد الفيديو. نبداو بالديسكور ونشوفو التعريف ديالو. اون ابيل ديسكور لي بارول برونونسي، يعني لي نونسي اورال، لي باساج دو ديالوغ زانكلي دو لي ريسي، لي ليتر اي لي جورنو زانتيم. يعني هنا فين كنستعملو الديسكور، وكما لاحظنا يعني في ليكري وفي اللورال. نشوفو دي زيكزامبل. نبداو بالديسكور اورال، يعني كاين جوج غنشوفوهم بجوجهم باش يبانو لنا الفوارق وكذلك التنوع من داخل الديسكور. جو تو تيليفون دين كابين، ما كارت سورا بيانتو اور سيرفيس، كون جو لو ريبويزي تي بورا مو رابلي دو لا كابين او 06 اتسيتيرا. افون دو تابلي جي او دو كوريسبوندون تو دو راكونتي longuement des histoires sans intérêt. هذا ديسكور اورال، يعني داكشي يعني كلام شفهي او لا خطاب شفهي. نفوتو نشوفو ليكزامبل الثاني اللي هو ديسكور زيكري، يعني كتابي. شير زينب، جو تيكري دو شي مي كون بارون، جو باس افيك توت ما فامي دي فاكونس دو ريف، جو تو راكونتوري تو سلا كون نو نو غوفرون. يعني هنا جات عن طريق رسالة، يعني كما لاحظنا في التعريف ديال ديسكور، يعني كنستعملوه حتى في الرسائل و لي جورنال زانتيم، يعني داكشي اورال اي اكخي. كما لاحظنا هنايا جوج ديال الاستعمالات ديال الديسكور، يعني في الاورال و ليكري. دوزو نشوفو لي سيستيم دي طون دو لي ديسكور، يعني اللي عليه الهضرة هاد النهار و الدرس. نبداو بالبريزون. il exprime une action qui a lieu au moment où l'on parle او لا لو مومون او لون يكري. يعني كنستعملو البريزون في الديسكور او لا في الخطاب في الوقت اللي كنكونو كنتكلمو او لا في الوقت اللي كنكونو كنكتبو، يعني في الحاضر. نشوفو ليكزامبل، جو تو تيليفون دين كابين، يعني كما كتلاحظو تيليفون باللون الاخضر، يعني هذاك الفيرب في البريزون. نشوفو الفيتير سامبل، il exprime une action qui aura lieu après le moment où l'on parle. يعني الفيتير سامبل كان كيفسرنا واحد الاكسيون اللي غادي تكون من بعد الوقيته اللي راح كنهضروا فيها، من بعد هذا الحاضر، يعني في المستقبل. فيتير سامبل، شوفوا ليكزامبل، ما كارت سورا بيانتو سيرفيس، كما كتلاحظوا سورا في المستقبل، يعني هذا فيتير سامبل من داخل ديسكور، من داخل السيستم دي طون في ديسكور. نشوفو الفيتير اونتيريور، il exprime une action future accomplie avant une autre action exprimée au فيتير سامبل. الفيتير اونتيريور كيجينا دائما في بواحد الاكسيون او لا واحد الواقع او لا واحد الحدث منجز، يعني تسالا انتهى، وكيكون قبل الفيتير سامبل بطبيعة الحال. شوف ليكزامبل، كون جو لوري ايبويزي تي بورا مو رابلي دو لا كابين او زيرو سي اتسيتيرا. يعني كما كتلاحظو اوري ايبويزي هذا متصرف في الفيتير اونتيريور، يعني جانا قبل واحد لاكسيون اللي هي بورا، بورا هذاك الفيتير سامبل، وقبل منو كاين الفيتير اونتيريور، يعني من ناحية ديال السياق الزمني الفيتير اونتيريور كيجي قبل الفيتير سامبل، الا كانو عندنا جوج ديال الاحداث متابعين
في المستقبل. الفوتون نشوفو الباسي كومبوزي اي ليكسبريمي ان اكسيون باسي بريزونتي كوم اكومبلي او مومون او لون بارل. يعني الباسي كومبوزي كنستعملوه فشي حاجة اللي كتكون ديجا باسي يعني دازت وكتكون تنجزت وكتكون قريبة هي من البريزون. يعني الباسي كومبوزي كيكون قريب شوية من البريزون هو في الماضي وكيكون اكومبلي يعني منجز. نشوف ليكزومبل افون دو تابلي جي او دو كوريسبوندون. كما كتلاحظوا اي عندنا تما كاين الباسي كومبوزي باللون الاخضر وهذا الشيء كما قلنا هذا من داخل السيستم دي طون ديال الديسكور. شوفوا لامبارفي اكسبريمي ان اكسيون باسي بريزونتي كوم ديرابل. يعني لامبارفي اللي كنستعملو في الديسكور كي يفسر لنا اولا كيوضح لنا اولا كنستعملوه من اجل اننا نديرو واحد لاكسيون ديجا باسي يعني في الماضي وكتكون ديغابل يعني ممتدة. شوف ليكزومبل تو دو راكونتي لونغومون دي زيستوار سون زانتيغي. كما كتلاحظو باللون الاخضر هداك لامبارفي يعني واحد الحدث في الماضي اللي كان ممتد يعني ماشي منجز كما شفنا في مع الازمنه السابقه يعني كان يعني كونتيني. وهذا في الانجلي اللي كي عرفت القواعد اللغه الانجليزيه هو الباست كونتينيوز يعني كيكون واحد ماشي سامبلو انما كونتينيوز يعني مستمر ماضي مستمر. الفوتو بعد ما تعرفنا الديسكور ولي سيستيم دي طون ديالو نفوتو نشوفو لو غيسي. نبداو بتعريف الغيسي و نابيل غيسي اون ناراسيون بريزونتي كوم انديبوندونت دي مومون او لون بارل دي مومون او لون نيكري. يعني الغيسي هي واحد السرد يعني كيكون مستقل على لو مومون او الزمن اللي كنتكلمو فيه او اللي كنكتبو فيه. هذا التعريف ديال الغيسي بالمقارنة مع التعريف ديال الديسكور اللي شفنا في الاول. نشوف لي سيستم دي طون ديال الغيسي. إل إكزيست دو سيستم دي طون دو لو غيسي. أون بوت إتيليزي سوا لو سيستم دي بريزون سوا لو سيستم دي باسي. يعني هنا عندنا جوج ديال لي سيستم يعني سيستم دي بريزون و سيستم دي باسي. يعني في الاستعمالات ديال الغيسي. لو شوا ديبون اينيكمون دي ديزير دو لوتور أو نون دو لونسيونيتي دي زيفينمون رابورتي. أون نو بو ميلونجي لي دو سيستيم. يعني باش نختارو السيستيم اللي نخدمو به في الغيسي كيبقى هداك الرغبة ديال الكاتب يعني ماشي شي حاجة اوبليغاتوار يعني من ناحية السياق الزمني وانما رغبة ديال الكاتب اولا المتكلم. نفوتو ونبداو بالسيستيم دي بريزون. كما قلنا ان سيستيم دي باسيف سيستيم دي بريزون في الغيسي. نشوفو سيستم دي بريزون و بالضبط نبداو بالبريزون كي لو طون دو باز. يعني البريزون لي هو لي شدنا لا باز يعني لأنه سيستم دي بريزون راحنا في واحد السيستم ديال البريزون. إل رابورت لي زونسيان برانسي لي زاكسيون برانسيبال يعني كيشدنا أولا هو لي كي لي في لي زاكسيون برانسيبال يعني الأحداث الرئيسية كدور في البريزون. عقلوا على الاحداث الرئيسيه باش كنعرفوا السيستم اللي كنخدموا اولا اللي مستعمل الا كنا كنقراو شي تيكست ولا. شوفوا ليكزامبل لو هيرو رونكونتر ان في. كما كتلاحظوا عندنا باللون الاخضر الفيرب مصرف في البريزون. نكملوا ونشوفوا الباسي كومبوزي ايل اكسبريمي ان اكسيون باسي اكومبلي avant une autre action rapportée au temps de base. هنا الباسي كومبوزي على غير الباسي كومبوزي اللي في الديسكور كذلك هنايا كيجي لنا هو واحد لاكسيون اللي كتكون قبل الوقت ديال لو طون دو باز اللي هو البريزون. يعني الباسي كومبوزي كيجي لنا قبل من البريزون. ونشوف ليكزامبل لو بير دي هيرو لا انفوايي شيرشي ان فيونسي. كما كتلاحظوا باللون الاخضر كذلك ا اونفوايي هو واحد الفيرب في الباسي كومبوزي. نفوتو نشوفو الفيتيغ اونتيغيور
Elle exprime une action future accomplie avant une autre action rapportée au futur simple. كذلك على غرار الفيتشر اونتيريور اللي كان في التيسكور يعني في لومبلوا ديالو هنايا كيجينا كيحملنا واحد الحدث في الفيتشر اللي يكون منجز قبل واحد لاكسيون او لواحد الحدث اخر يعني ملي كيكون عندنا جوج الاحداث في الفيتشر الفيتشر اونتيريور هو اللي كيكون الاول. شوفوا ليكزامبل كنت لوغا بروفي سون كوراج يعني كاين الفيرغيل تما يعني مازال غادي نهضروا على الفيتير سامبل كحدث ثاني اللي يكون هو الجوج. شوفوا الفيتير سامبل ال اكسبريمي ان اكسيون فيتير ليكزامبل ال ليدرا ا تروفي ان ايبوز. كما كتشوفوا باللون الاخضر الفيتير سامبل هو اللي استعملناه وكما قلنا كيكون في الاكسيون إذا كان عندنا دوز اكسيون كيجي مور الفيتير اونتيريور. هادشي كيما لاحظنا في السيستم ديال البريزون. نشوفو سيستم دي باسي اللي هو ثاني نظام او لا دوزيام سيستم من داخل الغيسي. نبداو بلو باسي سامبل اي لام بارفي سون لي طون دو باز. شوفو هادي لاحظوها مقارنة مع السيستم دي بريزون. سيستم دي بريزون شنو هو لو طون دو باز؟ عندنا البريزون هنا لو طون دو لي طون دو باز عندنا الباسي سامبل و لامبارفي يعني ال رابورت لي زاكسيون برينسيبال لي ريسي. ملي كيكون عندنا الباسي سامبل و لامبارفي هما اللي فيهم لي زاكسيون برينسيبال ديال ريسي كنعرفو بانه سيستم دي باسي. على عكس ذلك الا كانوا لي زاكسيون برينسيبال في البريزون يعني الاحداث الرئيسيه في البريزون كيكون سيستم دي بريزون. هذا يعني كمقاربه ومفارقه ومقارنه. نشوف ليكزومبل لو هيرو رونكونترا ان في كي ايتي بون اي بيل. كما كتلاحظوا عندنا باللون الاخضر عندنا الفعل في الباسي سامبل وموراه ايتي اللي هو في لامبارفي وهادو دي طون دي باسي. وكما قلنا في السيستم دي باسي كيكونوا هما لي طون دو باز. نشوفو ان اوتر طون لو باسي اونتيريور ال اكسبريمي ان اكسيون اكومبلي افون ان اكسيون رابورتي او باسي سامبل. الباسي اونتيريور كيجينا بواحد الحدث يعني منجز قبل بواحد الحدث اللي هو في الباسي سامبل. يعني الا كانوا عندنا جوج ديال الاحداث في الباسي اللي هما اكومبلي كيكون الباسي اونتيريور قبل من باسي سامبل. نشوفو ليكزامبل ابخي كي لو اوغي 3 جور دو لا فوري. كما كتلاحظو اوغي هاداك في الباسي اونتيريور. نشوفو البليس كو بارفي اكسبريم ان اكسيون اكومبلي افون ان اكسيون رابورتي او طون دو باز. يعني كذلك هو كيعطينا واحد لاكسيون اكومبلي وتا هو من لي طون كومبوزي كما كنا تكلمنا على لي طون كومبوزي في الدور السابقة ومن الاستعمالات ديالو انه كيجي قبل من واحد الاحداث اخرى ولا دي زاكسيو اخرين ديال لي طون دو باز اللي هما عندنا لي طون دو باز هنا هما لامبارفي و الباسي سامبل. نشوفو ليكزومبل لو بير دي هيرو لافي فوايي شيرشي ان فيونسي. كما كتشوفوا البليسكوب مارفي باللون الاخضر افي تونفواي يعني هذا هو البليسكوب مارفي وفي السيستم دي باسي ديال الغيسي. الفوتو نشوفوا لو فيتير اونتيريور دو لو باسي وكتكون عنده الفورم ديال ار اي اس ايدونتيك اسيل دي كونديسيونيل. يعني الفيتير اونتيريور كما كنقولوا المستقبل في الباسي لو فيتير دو لو باسي ايل اكسبريمي ان اكسيون اكومبلي افون ان اكسيون رابورتي او فيتير دو لو باسي. يعني كنستعملو الكونديسيونيل باسي هنايا في لومبلوا ديالو غادي يكون هو الفيتير اونتيريور. نشوفو ليكزومبل كونتي لو ريبروفي سون كوراج.
دونك تلاحظوا اوغي بروفي هو واحد الكونديسيونيل باسي وكيتستعمل هنايا في كانه في الباسي كما كنقولوا الفيتير دو لو باسي يعني كنكونوا في الناراسيون كنستعملوه كوم واحد الفيتير او واحد المستقبل في الماضي. نشوفوا كذلك النوع الاخر ديال الفيتير اللي هو الفيتير دو لو باسي الاول كان فيتير اونتيريور هنا الفيتير سامبل حتى هو كذلك نفس لا فورم ديال كونديسيونيل ايل اكسبريم ان اكسيون فيتير بارابور اون طون دو باز يعني مقارنه مع لي طون دو باز اللي هضرنا عليهم اليوم لامبارفي والباسي سامبل كيمثل لهم واحد لاكسيون فيتير واحد لاكسيون في المستقبل يعني في المقارنه معهم. اكزومبل ايل ادري ا تروفي ان ايبوز هنايا عندنا ادري اللي هي الكونديسيونيل بريزون واللي هي كما قلنا واحد الفيتير دو لو باسي يعني واحد المستقبل في الباسي. وبهذا كنكونوا وصلنا نهاية الفيديو بعد ما تعرفنا على ديسكور وبعد ما تعرفنا على الغيسي يعني لي ديفينيسيو ديالهم وكذلك لي سيستام دي طون اللي كيكونوا فيهم. وبهذا كنوصلوا نهاية الفيديو وملقانا ان شاء الله في الدرس القادم اللي غادي نتكلموا فيه على لا فوا ناراتيف. غادي نشوفوا شويه لا ليتيراتير او الاداب نتكلموا على لا فوا ناراتيف. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده واللي مازال ما اشترك يدير اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ومع السلامه.